معانا دبابيس الفراخ النهارده هنعملها مع الباربيكيو صوص، الاولاد بيحبوها، واحنا دورنا في الاسره والام وكل ام بتتابعنا دلوقتي تلفت الانظار للاطفال الحلوين بالذات اللي صاموا الشهر الكريم واللي هيعيدوا معانا، فبنعمل لهم الحاجه اللي بيحبوها. دبابيس الفراخ هنعملها مع الباربيكيو صوص، في ايدك تخليه سبايسي او مش سبايسي حسب الرغبه. طيب انا هعمل دلوقتي دبابيس الفراخ، هنشوف نعملها ازاي مع بعض مع الباربيكيو صوص. المقادير على الشاشه: دبابيس فراخ، صويا صوص، معلقه خل، معجون طماطم او صلصه طماطم، ثوم، سكر بني علشان الباربيكيو صوص، فلفل حار او ممكن تحطي شطه زي ما انت حابه. حلو الكلام، كل دي مقادير مع بعضيهم، وفص ثوم حلو وبصله ناعم. تعال ناخد اول حاجه دبابيس الفراخ وتبلها، اخدها زي ما هي كده، اللهم صل على النبي، واحطها في الكسروله دي كده. بس انا اعمل حاجه حلوه كده علشان معانا مشكله مع دبابيس الفراخ لما بنيجي ناكلها يا شيف، بالله في دم ما بين اللحم والعظمه بتاعت الدبوس، فبسيبها واقوم ازعل. انا بقى هنا اعمل ايه؟ لحظه واحده، اجيب السكينه الصغيره اللي معايا دي كده اهي، تعالي، واخد كل دبوس من دول كده وشرط الشرطه دي كده. وانا واقف شفتي اهي، دي مهمه جدا. ما عملتش حاجه، امسك الدبوس بايدي ده كده دي مهمه جدا. انا كده بعمل فراغ ووسع للصلصه بتاعتي، وعمليه التسويه تتم عند العظمه بتاعت الدبوس اللي بيبقى فيه كتله دمويه كده بتزعلني. انا حطيت هنا ايه يا شيف؟ حطيت هنا تومه وشويه بابريكا حلوين بعد ما وسعت الانسجه بتاعتها، واحط كمان شويه نشا صغيرين كده عشان تبقى كريسبي، تتحمر في الزيت، تخش في الباربيكيو يبقى كريسبي. وامسك الدبابيس كده يا عم الشيف، الله، بالشكل ده كده، وادلعها. وعندي زيت شديد الحرارة، زيت شديد الحرارة زي ما انا شغال كده اهو واخد الفراخ دي كده في قلب الزيت، اللهم صل على النبي. طمنت ان التسوية التتبيلة دخلت جوه اهو بالشكل ده كده، وحمرها تحميرة حلوة، مش عايزة تحمرها دخلها الفرن، في حال لما تدخلها الفرن مش هتحطها في نشا. وانزل بقى كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. نفس الكسرولة اللي معايا دي كده، نفس الكسروله اهي، نفس الكسروله. هعمل الباربيكيو صوص، هعمله ازاي؟ بصلايه ناعمه، فص توم، نفس الكسروله، واخد دول على كده على بعض مكعبين زبده. شفت بقى المطبخ شياكه اناقه، ناخده زي ما هو كده وننزل بوم هنا. ايه يا ويلي يا شيخ، ايه الدلع ده؟ ونقلب دول مع بعض، نقلبهم بايه؟ بمعلقه خشب. حلو الكلام، طلعوا الاكلتين مع بعض. نقلب كده الزبده مع البصلايه تحمر شويه مع التومه مع معلقه النشا اللي هتدي قوام للباربيكيو صوص بتاعي، واستنى على البصلايه ما تاخد لون والتومه تاخد لون بالشكل ده كده، ونشوف اللي بعده. ده المطبخ، والفراخ هي بتتحمر زي الفل. طيب ناخد الفراخ الحلوه دي كده نطلعها نحطها في الكسروله دي، اللهم صل على النبي. دي الفراخ جاهزه، ومعانا شويه دبابيس فراخ جاهزين دلوقتي يخشوا على الباربيكيو صوص. التركايه بتاعت الباربيكيو صوص، معايا قرن فلفل كده شويه يعني مش حار قوي، حطيته مع الصلصه الحلوه دي كده، معايا سكر بني بنزل بهنا كده شويه، معجون طماطم، طبعا السكر مع معجون الطماطم مفيش حموضه، شايفه اللون ده شويه صويا صوص، الله. وناخد يا عم الشيف دبابيس الفراخ اللي احنا حمرناها من شويه، تاخد غلوه مع الصلصه دي، ياوي هتاكل الدبوس تلاقي طعمه لطيف وحلو، في انسجام ما بين السكر البني والصلصه اللي انا عاملها. ايه الاخبار؟ ننزل كده يلا، فين الدم هنا؟ ملوش مكانه بينا، ما نحبش الدم احنا، الحمد لله مسالمين. التشريطه اللي انا شرطتها للدبوس شالت كل حاجه من جوه شايف الدبوس يتاكل كده زي ما هو عينيا. عندنا هنا الدبابيس بتعوم مع الباربيكيو صوص، معلقتين النشا فاكرينهم اللي احنا حمرنا كان معاها البصله فاكرينها، واللي مع الفراخ هي اللي مخليها القوام ده موجود، مكان ما تبلت الفراخ كان فيه نشا فنزلت مع البصل نقلبها كده ونبص عليها
واسيبه يغلي كده ويعيش مع نفسه. حلو الكلام. ايه اللي بعد كده؟ دبوس دبوس. شايفه متغلف ازاي؟ قوام الصلصه لطيف ازاي؟ الفلفل الاحمر ده عامل شغل قوي اللي انا حاطه معاه. الباربيكيو صوص احسن من اللي بتشتريه من بره مليون مره، خالي من المواد الحافظه، خالي من اي حاجه. الشكه اللي انا شكيتها للدبوس، ولا الفتحه اللي انا فتحتها في الدبوس، عامله شغل جامد جدا، داخله جوه الانسجه بتاعت حته اللحمه. على مسؤوليتي لو لقيتي يعني اي اماره للدم انزل بيه كده. الله، شويه دبابيس فراخ، لا تقولي لي ديك رومي بقى ولا اي حاجه. زي الفل. تمام، اقدم الصلصه بتاعت الكشري. يقول لي فين الصلصه؟ اهي يا غالي، صلصه الكشري اقدمها هنا. زي الفل. شويه دبابيس شفتهم في الطبق، سعرهم عادي يعني، بس هنا في الطبق بقى سعرهم غالي، واخدين خبره طهويه، واخدين حب، واخدين طعم بالشكل ده كده.